سلام ونعمة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من حلقات تعليم عزف الترانيم على الجيتار، والنهاردة الحلقة هتبقى يعني تكاد تكون خناقة مش حلقة، فربنا يستر وما تزعلوش مني بقى. قبل ما نبدأ، لو انت شايف او انت شايفة ان القناة دي مفيدة ليك بشكل من الاشكال وبتقربك خطوة لربنا ولتعلم الجيتار او الآلة بتاعتك اكتر بشكل تحبه، ما تنساش في المقام الاول تصلي لي، صلي من اجل اتساع وانتشار ونجاح هذه الخدمة. وطبعا شاركني رؤيتي، نفسي كل واحد عنده جيتار يعزف عليه رتم، كورد، ترنيمة، بيت حتى من ترنيمة، ميلودي، اي حاجة. ده هيكون حلو جدا، هيبارك اجواءنا في البيوت وهيقدس ربنا جدا. على الصعيد التاني، ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتفعل الجرس والحاجات الجميلة دي كلها، لأن الحاجات دي بتوسع دايرة انتشار الفيديوهات والخدمة على محركات بحث اليوتيوب، وبالذات بوصي الناس اللي على جروب الواتساب. وبالمناسبة، اللي عايز يدخل جروب الواتساب يبعت لي مسج على الواتساب، رقمي موجود في الوصف بتاع كل الفيديوهات، في الديسكريبشن بتاع كل الفيديوهات، ويحط الكود بتاع مصر لو انت متصل من بره مصر 02 عشان توصل لي بسهولة. واي حد بيبعت لي ريكويست بعرف ادخله بسهولة على الجروب، والناس بتتفاعل وبيتواصلوا مع بعض على الجروب حلو جدا، وبيعملوا شغل حلو قوي مع بعض، وبيشاركوا خبرات وفيديوهات يعني انا مش ملاحق عليهم ان انا ارد على الحاجات بتاعتهم كلها من فرط الحماس والشغل الحلو اللي هم فيه يعني. طيب، الفيديو بقى بتاع النهاردة واللي طلبته او السبب فيه جويس جبرة. بصي بقى يا استاذه جويس، اختيارك لترنيمه النهارده يعني مش عايز حد يزعل مني فيها، بس انا من وقت للتاني بعمل لكم فيديوهات لما بيبقى في مثلا ترنيمه موسيقتها متاخده من ترنيمه تانية او شبيهه بترنيمه تانية. ده بصراحه بالنسبه لي بيوجعني، بيضايقني، بيؤرقني. ليه؟ لان انا الجزء بتاع الكريدت اللي في الاول ده ببقى مش عارف ارجعه لمين، فبحطه قدامكم الموضوع. بس قبل ما نذكر اسم الترنيمه واسم انا كده كده مش هتكلم لا في اسماء مرنمين ولا ملحنين ولا اي حاجه، لالا تلام الخدمه او حد يتظن في السوق بسببنا. في نفس الوقت بيبقى في حته شكايه كده جوايا ان انا ببقى لايم نفسي، ان انا حاسس ان انا بدين خدمه مرنم او مسبح او خادم تسبيح، ده بيبقى يعني خاضدني شويه. ولكن بلتمس العذر لاي مرنم او ملحن ترانيم او ملحن حتى اغاني يختلط على الامر ما بين ترنيمته وبين ترنيمه تانية، وبحط فرضيه ان هو بيبقى شبعان بترانيم معينه، فممكن اللحن ده يتبادر لذهنه جمله موسيقيه مزوره ينقشها او يقتبسها من غير ما ياخد باله. فبتبقى حاجات كده يعني لا شعوريه، مش عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا بنقول ان ملحن ترنيمه النهارده ده كده سارق اللحن. لا لا، انا ما بقولش الكلام ده خالص، بس انا لا اراديا لما باجي ارنم ترنيمه لحنها قريب من ترنيمه تانية، انا مخي بيروح للترنيمه التانية وبتشتت بينهم. يعني على سبيل المثال، ترنيمه مثلا زي دي ايديك محوطاني في حضنك وضماني، انا الترنيمه دي ما بعرفش اصليها حلو، وترنيمه جميله جدا وكلامها حلو، بس هي شبه موسيقى اغنيه لمصطفى قمر قديمه اسمها هنحب ايامنا هندوب في ليالي. حتى الخنفة بتاعته بتطلع اوتوماتيك في اللحن، لان هو ليه بصمة صوتية مميزة، وعملها في فيلم كمان، يعني اغنية كانت مع احمد زكي في فيلم اسمه البطل. فيعني كل ما تيجي تشتغل ترنيمة زي دي ما بعرفش. ترنيمة النهاردة حاجة كده، في ترانيم كده بتبقى قريبة من بعض الاغاني او قريبة من المقام اللي اتعزفت منه الاغنية. فترنيمة النهاردة اللي طلبتها جويس جبرة يعني كده. وبالمناسبة، انا النهاردة مش هنقعد نسمع الترنيمة الاوريجينال، لان انا متلخبط في مين الاوريجينال برضو، معلش مش هنقعد نسمع مين الاوريجينال ونجيب طبقتها بالظبط، لا انا هعملها عادي من الاي ماينر، لان الجزء بتاع النهارده يعتبر درس موسيقي لينا، ان ودننا تلقط الحاجات اللي شبه بعض ونجيبها ونجيب السلالم بتاعتها ونطلعها. ترنيمه النهارده كل اناء مكسور متشقق. وبالمناسبه، انا اول حد سمعتها منه كان المرنم كورولوس مجدي، وانا عاشق لهذا الرجل على فكره. المرنم ده انا بحبه جدا، بحب صوته جدا، بحب اداؤه، بحب صلاته، يعني بحب كده اشغل ترانيمه واقعد اصلي معاه بالجيتار، بحب كده يعني. اتذكر له ترنيمه مثلا زي ترنيمه القعده معاك بتغير فيا، دي من الترانيم اللي انا ممكن اقعد اصليها ساعتين ورا بعض وما ازهقش من جمالها. كل اناء مكسور بقى هنعملها من الاي ماينر عادي خالص، يعني ما تركزوش في اللحن وفي الكلام ده يعني. كل اناء مكسور متشقق، ربي جمالك فيها يبان فاضي، ولكن فيك بنسدى فيض، مش بس يكون مليان.
انا الترنيمه دي بالنسبه لي الدخله بتاعتها كده على طول بتاخدني اوتوماتيك كده. ترنيمه غالبا اسمه فايز عدلي. قلت عليك ان انت نسيني ولا بتدافع ولا تحميني. نرجع. كل اناء مكسور متشابه ربي جمالك فيها يبان فاضي ولكن فيك انساها صيد مش بس يكون مليان. الجزء اللي بعد كده. شكرا ليك على تعبك فينا تشكيلك فخاري على صبرك على كل فشلنا وأناتك يا ابو قلبي رحيم. يتقفل عالي عشان بتدخلنا على الجزء اللي هو بتاع القرار بيقول ايه. اظهر عمل النعمة في اواني مليان عيون بس ايديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. الجزء اللي جاي بقى متاخد من ترنيمة تانية اسمها هيم يا نفسي. او انا شايف كده قد اكون مخطئ. كل الاعتذار للملحن بأمانة ربنا بنسبة اصل اللي بيخدم ده بيخدم هدفه يخدم يمجد المسيح مش يسرق. فانا واثق في نية الملحن اللي انا معرفش اسمه او اللي انا تعمدت ما سرش على اسمه. انا اؤمن 1,000,000% ان مفيش واحد هيعمل ترنيمة وتبقى ناجحة مع الناس ويبقى هدفه ان هو يقتبس لحن من حد تاني. لا، هو بنسبة كبيرة عجبه الترنيمة التانية او ستايل المقام التاني والسلم التاني شبع منها. القرار ما عنديش فيه مشكلة اللي هو بتاع اظهر عمل النعمة. انا حاسس انه شبه حاجة بس انا مش عارف هي ايه. بس الشطرة التانية منه هي اللي يعني بتضايقني او بحس ان هي قريبة من هيمي يا نفسي. يعني القرار. اظهر عمل النعمة في اواني مليان عيون بس ايديك اتمدت وبترسم فيها المحبوب. دي ما عنديش فيها مشكلة. الحتة بقى اللي جاية. ارجوك كمل شغلك فيها واواني كرامة خليها. ارجوك كمل شغلك فيها واواني كرامة خليها تشكيلة هو المطلوب. بصوا بقى هيم يا نفسي. ده نصب لك ميدة سماوية فيها شبع وغنى وروحانية تدوقيها كمان تستحليها تطمن روحك عليها. فأنا حاسس إن هي هي، يعني حاسس إن هي قريبة منها. لو بصينا على القرار الأول. روح الله عمال بيشدك ويدوقك السماويات. لو رجعنا على تاني شطرة من القرار بتاعت ترنيمة النهاردة. أرجوك كمل شغلك فيها وأواني كرامة خليها تشكيلك هو المطلوب. كده احنا تقريبا عملنا كل يعني أبيات الترنيمة وهعمل لكم الميلودي بتاعها على فكرة. يعني أنا مش مكسل، مش عايز الفيديو يطلع فاضي من غير المحتوى اللي انا متعود اقدمه لكم، ولكن لازم ودننا تبقى مدربه ان هي تلقط الحاجات دي. كل الحب وكل الاحترام للملحنين الثلاثه، بس انا عارف ان الترنيمه دي هي اخر واحده في الترتيب بتاع اصدار الترانيم، فغالبا اللحن هيبقى الاسبقيه للي اتعمل قبل كده مش للجديده. يعني ما ينفعش نقول القديمه هي اللي واخده من الجديده، فغالبا العمل الجديده هو اللي متاثر يمكن بالالحان الثانيه. لكن الثلاث ترانيم حلوين، علموا مع الناس جدا، الناس بتسبح بيهم وترنم بيهم في اجتماعات كتير وفي طوائف كتير ومستمتعة بيهم. لكن الأمانة تقتضي كعازف ان انا لما ودني تلقط حاجة زي كده اقول لك، عشان انت كمان وانت كمان لازم ندرب ودننا تلقط الحاجات دي، ما نفوتهاش كده، ما تسمعش اي حاجة تاخدك على اي حاجة ونقول ما هي حلوة وخلاص. ايوة يعني ايه حلوة وخلاص، يعني ما خلي بالي برضه. تعالوا نعمل الميلودي بتاعها. انا ناسي هبدا الميلودي منين، يعني تخيلوا انا مش عارف بقى انهي ميلودي في الثلاثة. احنا كده بنتكلم تايهين بقى لنا 3 ترانيم دلوقتي. كان طبيعتنا كده. لا 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 لا
عايز اقول لكم ان ترنيمه قلت عليك ان انت ناسيني بتاعت فايز عدلي دي اختراع، دي ملحمه مش ترنيمه، يعني في مره كده نمسكها نفصصها يعني، وطويله ولحنها ثري كده وبتروح في حتت كتير، فطبيعي ان حد يكون اتاثر بيها وهو بيلحن يعني. ما هي ترنيمه ممتعه يعني، بعدين معموله على العود فالنغم بالسيك بالحاجات بقى ربع تون بقى. احنا من الاي ماينر، فما فيش اي داعي افكركم ان احنا شغلنا يعني احنا بنلعب في خانه خمسه. تعالوا كده نشوف هناخد الدنيا ايه بالظبط، وهبقى حاطط لكم الفورمه قدامكم. الجزء بتاع اظهر عمل النعمة القرار، الحتة بتاعت أرجوك كمل شغلك فينا، والختمة خالص. بالمناسبة بالمرة بما انها باظت بقى، القفلة دي بتفكرني برضو بترنيمة تانية، كانت القفلة دي بتدخل على ترنيمة تالتة بقى، اللي هي لا 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 لا. لو نسيت الأم رضا، لو ترنيمة اسمها بتنساش قديمة محدش هيفتكرها قوي، بس دي الدخلة بتدخل عليها يعني، أنا لما بعملها بفتكر ده، فأنا قلت بما إننا بوظنا الدنيا وكده كده يعني في تشابه بينها وبين كذا لحن، فيعني أنا آسف. أنا آسف إن أنا ضايقته، أنا بحب الترنيمة دي جدا بأمانة، بس لا إراديا كده. أنا بتحصل لي المشكلة دي لما يكون مثلا نغمة ترنيمة واللي هي قريبة من أغنية زي ما قلت لكم كده بتاعت أغنية مصطفى قمر دي، وكان في ترنيمة تانية حلوة قوي اللي هي بتاعت سامحني رغم إني عوجت المستقيم وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. أنا بحب الترنيمة دي قوي، بس لا إراديا أول ما بعملها بفتكر أنا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان لا 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 لا. دي كانت أغنية كوميدية عملتها زمان الفنانة الجميلة وردة الجزائرية. أنا كواحد مواليد الثمانينات معلقة في ذهني، معلقة في وجداني الموسيقى، وبغني بين الناس أنا ليا إله عظيم، فعلى طول بلاقي نفسي أنا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان. فالحاجات دي بتبقى أزمة، لو أنت ودنك موسيقية وبتروح في الحتت دي هتتوجع وهتتضايق شوية، واللي هو تقعد تتضايق، لا اللحن قريب، غالبا مش بيبقى اللحن بس اللي قريب يعني، بتبقى حتة من المقام شبهه، فبيخليك تحس إن أنت الجو الموسيقي المود بتاع اللحن واحد، لكن الملحن بيبقى في حتة والأغنية مش في ذهنه خالص يعني. عشان بس ما تفهموش غلط وندين الناس، اوعى تفتكر ان ملحن الترنيمة او ملحن الأغنية اللي بيسرق بيجيب اللحن الاوريجينال كده يحطه قدامه، احنا هنغير النغمة دي والنغمة دي عشان محدش يمسك علينا غلطة وخلاص. لا، حتى في قواعد الاقتباس او كده، او قواعد اللي هو يقولك ده اللحن ده مسروق ولا لا، في عدد نغمات المفروض يبقى كوبي بيست بنفس الطريقة ولا لا،
عشان يعني في عدد مزورة معينة او عدد موازير لو اتخذت يبقى انت كده واخد اللحن ده نقشه. يعني بما اننا بنتكلم عن الالحان اللي متكبيرة بتبان في الاغاني اكتر من الترانيم، يعني الفنان لما خد اغنية بنت الجيران اللحن ده كان لحن محمد حماقي، يعني هو بيعمل لا 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 حاجة اسمها اغنية اسمها حاجة مستخبية، في حاجة مستخبية في الاغنية دي، انا مش مركز في الكلمات قوي بس اللحن لما بيجي في ودني هو بيقول لا 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 دي نفس هي نفس ترتيب أغنية محمد حماقي، هو خد اللحن ودخله في سكة المهرجانات وعمل بيه اللي ما يتعملش، فده مجهود بيتاخد من الناس. بس دي بقى حاجة واضحة، يعني دي حاجة واضحة، دي كوبي بيست، دي ما أجمعوا عليها النقاد والسميعة كلهم. إنما في الترانيم بتبقى اقتباسات ومش مقصودة، وإن هي بتبقى حلوة، يعني إن هي بتبقى خير، هو حد بس متأثر بفكر موسيقي لتسبيحة أو لموسيقى معينة فبيطلع منه لا إرادية. آسف لو الفيديو ده ضايق حد، آسف يا جويس، جويس جبرة اللي طالبة الترنيمة على حظها، يا عيني الترنيمة أنا شوهتها لها خالص ودخلتها لها في سكة كذا ترنيمة تانية، بس برضو في حتة موسيقية كده جوايا بحب إن أنا أوصلها لكم، إن إحنا ما نسمعش وخلاص، لا اسمع وميز وقيم وفصص، تذوق كده واستطعم، ما تقولش وخلاص وما تنقش وخلاص. ربنا معاكم، أسيبكم في رعاية المسيح، سلام.